لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من انطاكيا الحقوقي السوري الاستاذ رضا سطيف. اهلا بكم الى استوديو الرافدين استاذ رضا. مساء الاخوه المشاهدين جميعا. اهلا بكم. من واقع تقارير والرصد، كيف ترى اوضاع المعتقلين بالسجون في سوريا؟ سيدي بدايه نحن يعني المعتقلات في سوريا لا يمكن وصفها بالسجون، لان السجون اقل ما يمكن يجب ان تكون تحظى بشيء من المنصوص عليه بالقانون الدولي او حتى القانون الانساني او قانون البلاد التي تعمل فيها. في سوريا لا يوجد لدينا سجون، توجد معتقلات ومراكز تصفيه فقط، هي بس فقط للتوضيح يعني. نعم. اضافه للموضوع السجون الموجوده في سوريا المعترف فيها على انها سجون، استحدث النظام عده مراكز هي مراكز للاحتجاز في المناطق سيطرته، منها تحت الأرض ومنها في مناطق بين الجبال في المناطق التي تخص النظام بشكل خاص جدا. هذه كانت مراكز للتصفية وللاحتجاز، حتى لا يمكن مراجعتها أو السؤال عنها، حتى لبعض مسؤولين الدولة لا يمكن أن يعطوا نتائج عنها. نعم، الكثير ممن اعتقل بسجون الأسد يعني أغلبهم قضوا تحت التعذيب، بعد كل هذه السنوات وهذه الأعداد التي قضت تحت التعذيب، إلى أي مدى يمكن تصديق رواية النظام أن هذه الحالة هي حالات فردية؟ سيدي الكريم، حالات فردية فقط. الصور المسربة من قيصر هي 55 ألف صورة تقريبا. المعتقلين الذين أعلم بهم النظام ذويهم كانوا عددهم بالآلاف فقط في منطقة ريف حما، مناطق ريف حما. العام الذي فات وصل العدد حوالي 7000 معتقل تم إبلاغ ذويهم بوفاتهم ليستلموا شهادات الوفاة دون الجثث أو دون أي معلومة عنهم، فقط ابنكم قتل، ابنكم توفي، هذه شهادة وفاته فقط. نعم، صحيفة نيويورك تايمز تقول بأن أكثر من 128 ألف سوري دخلوا سجون الأسد ولم يغادروها، هل هناك إحصائيات دقيقة أو شبه دقيقة حتى للمعتقلين والمخفيين قسرا منذ بداية الأزمة في سوريا؟ سيدي، إحصائية دقيقة بشكل دقيق لا يوجد، لكن أنا أجزم بأن الرقم تجاوز النصف مليون، تجاوز يعني هذا أمر مؤكد أن الرقم تجاوز النصف مليون. نعم. في أشهر الثورة الأولى من عام 2011 تجاوز 100 ألف المعتقلين، يعني في خلال شهرين أتوقع كان المعتقلين عددهم أكثر من 100 ألف. رضا سطيف الحقوقي السوري كنت معنا عبر الهاتف من أنطاكيا التركية، شكرا جزيلا لك.